مش واقع دي احنا ياما عملنا وقفات كنا لسه من حوالي شهرين نفس الطلبات بس ان عرفنا ان رئاسه الوزراء برئاسه رئيس الوزراء بناشط تسع شركات برجوع امكان الدوله او للهيئات الحكوميه وطبعا لو دورنا على الاولويه هتلاقي مصر اولى شركه انها ترجع تاني لحكم الدوله ايا كانت احنا مش عايزين نحدد جهه احنا اللي متابعين وزاره الصحه ماشي الاستثمار ماشي المواطن المصري ماشي المواطن المصري اللي بيدور على تطعيم لابنه المواطن المصري اللي بيدور على دم لابنه المواطن المصري اللي بيدور على 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 مصلحه على مصلحه الدوله يا جماعه المصري المتحده دي مش شركه عاديه دي مش شركه امن قومي بتمس الامن القومي الشركه الاولى بالوقايه الدوائيه يا جماعه احنا كنا في خمسه كنا في سنه 2005 كنا هيئه حكوميه وساعتها اللي كانوا يقولوا المستشفيات الحكومه لا احنا كنا الاولى على الشرق الاوسط الهيئه الاولى على الشرق الاوسط كنا بنصدر ل 34 دوله منها دول اوروبيه دلوقتي احنا بقينا مستوردين احنا بقينا مستوردين طب مستوردين ايه مستوردين امصال ولقاحات ماشي الحال سابين لغايه ان احنا نستورد امصال ولقاحات طب دوت لو قدرنا نستورده هنستورد الدم ازاي في مصانع مقبوله مصانع حيويه مصنع الدم يعني مش هقدر اقول الدم ولبس احنا ما نعرفش لبس المواطن هو اللي بيطلب مننا ومن هنا الوقفه بتاعتنا احنا بنناشد رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه الفريسيس بنناشد المواطن العادي اللي هو يقف جنبنا يدعمنا يشيل يا جماعه يشيلوا من علينا التكلفه اللي احنا فيها احنا عندنا مصانع لو اشتغلت علينا دي احنا اوريدي علينا دي نفسها عليها ديون احنا عايزين اللي يقف جنبنا لغايه ما تسد الديون بتاعتنا مش هوايه عايز